مستوى كويس وكنت برضه رحت المنتخب من خلال دول يعني رجعت الاهلي برضه حصل شويه برضو دروبات ففي مم. الاخر خالص مشيت يعني على سموحه مامتك ولا باباك اللي قالت ان انت لازم تبقى لعيب كوره مامتي هي اللي شجعتك مامتي اه اكتشفت ده ازاي مامتي كانت انا اخويا اخويا الكبير مقدم في الجيش فكانت على طول بتسافر له كانت بتيجي القاهره تسافر له فكانت بتشوف ناس من اكاديميه الاهلي صغيرين مسافرين مم. يعني في القطر فكانت هي شايفه ابنها بيحب الكوره او شايفه ان هو ممكن يطلع لعيب كوره يعني اه يعني انت كنت بتلعب في الشارع او كده اه اه ما كانش لسه في اي حاجه خالص دي البدايات خالص فكلمت حد من الشباب اللي موجودين او كده مين اللي بيمرنكم يعني شافت برضه زي اي ام بتشوف ابنها ممكن يبقى مم. لعيب كوره عايزاه يبقى كويس مم. حتى لو هو يعني فتواصلت مع الناس اللي هي موجوده دي فادوها رقم حد حد يعني عزيز عليا جدا وليه الفضل بعد ربنا ولسه على تواصل معاه لحد دلوقتي مم. هو طبعا كبير في السن جدا دلوقتي يعني مم. بس يعني تواصلت معاه وجالنا وشافني وتمرنت معاه مش في نادي هو يعني زي 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 كشاف وكان ساعتها كشاف مم. الاهلي بس كان هو من اسكندريه ف جه وشافنا وجي البيت ومم. وبعد كده يعني بقى كده اخواتي تعبوا معايا شويه ان انا اروح بقى كنت لسه صغير يودوني اتمرن معاه كده لحد ما وداني الاتحاد يعني مم. انت شايف ايه طبعا الاتحاد زي ما المو... قلت اه أو... يعني. شايف النادي الاتحاد طلع كل مواهبك كلاعب كوره في السنه دي في السنه اللي قعدت فيها اه أصل اه يعني في السنه دي اه, آه انا ما اقدرش اقول يعني انا قعدت في قعدت في الدرجه مم. الاولى كذا سنه مم. لحد ما جيت كابتن حسام ولحد الان برضو انا لازم يعني لازم افضل اقول كابتن حسام يعني هو السنه دي السنه دي اللي غيرت حياتي خالص آه بعدين انا بقول لك كنت هداف الدوري ساعتها كنت مم. في منتخب مصر من الاتحاد وكنت لسه صغير في السن جدا يعني ف يعني خطوه مهمه في حياتك اه طبعا دي اهم خطوه في حياتي طبعا دي اللي خلتني في في المكان ده دل لحد دلوقتي يعني م. ودي اللي خلتني برضه اروح الاهلي والناس تعرفني ومنتخب مصر ويعني كده امتى بقى جالك اول عرض انك تمشي اساسا من نادي الاتحاد وايه اللي حصل أه... بعد فتره التالق دي كانت سنه م. يعني كان سنه الناس كلها طبعا انت عارف الاهلي والزمالك كل سنه بيتخانق بيتخانق في لعيب بيتخانقوا عليه في مصر فكنت انا اللعيب الفتره دي كنت انا اللعيب ده طبعا بقول لك هداف الدوري ومنتخب مصر وفي الاتحاد ولسه سنه صغير يا كابتن ربنا يخليك ربنا يخليك بس فهي فهي دي الفتره اللي بتيجي بتمر على اي لعيب كوره ان هو ربنا يكرمه ويتنقل نقله فالنقله دي كانت هي الفتره دي كانت هي دي الفتره مم. اللي يعني كان عندك كام سنه 2014 2015 يعني كان حوالي 23 ونص 24 مم. بالزبط. يعني فتره تالق اي لعيب كوره بالظبط بالظبط لا وقت يعني كانت يعني فتره لا كان كانت ماشيه خالص يعني مم. زي ما بيقولوا في الكوره كده كانت ماشيه يعني. فالحمد لله وبعدين رحت المنتخب مع مستر كوبر وكان برضو يعني كانت كانت بفتره